تكلفة مكافحة الهلوك للفدان ممكن توصل لديه بهذا المركب؟ واحنا حالياً التكلفة حوالي 600 جنيه للفدان. تمام، واقف على الجامعة ب 600 جنيه. ب 600 جنيه. اللي هي المدخلات بتاعته. المدخلات بتاعته. صح كده، وعملية التصنيع. تمام. إنما أنا أتوقع احنا لو حاطين لحق الابتكار ولا حق الاختراع ولا احنا لينا حقوق ولا ملكية فكرية، احنا حاسبين كناس وطنيين تكلفة الخامات. صح كده يا دكتور؟ تمام. تمام. لو شركة كبيرة أخدته هيكلف أقل من كده. كل ما كبرت الإنتاج كل ما يقل التكلفة. ينخفض تكلفة الإنتاج. بالظبط. دلوقتي حضرتك ابتكرت مركب من زمان جدا عشان خاطر يكافح ورد النيل، أخطر آفة ممكن تيجي في النيل، بتهدد الحياة المائية السمكية، كمان بتاخد ما يقرب من 3 مليار متر مكعب من المية. عملنا بيه؟ أنا عملت حاجة اسمها مستحلب معكوس، انفرت إيمالشن. المستحلب المعكوس ده بيحط لي الجراثيم بتاع الفطر في نقطة المية وبيحوطها بغلاف وغشاء رقيق من الزيت. غشاء الرقيق من الزيت بيمنع بخر المية من حوالين الفطر، فأصبح الفطر متكبسل ومعاه المية اللي هو محتاجها لعشر ساعات أو أكتر من عشر ساعات علشان تلزم لإنبات الجراثيم اللي موجودة في المبيد. يعني تحيلنا على فكرة العشر ساعات. تحيلت لأن في الطبيعة مش ممكن النبات يفضل مبلول عشر ساعات، الندى عمره ما يقعد عشر ساعات على سطح النبات. يعني المركب بتاع ورد النيل يقضي على ورد النيل تماماً؟ يقضي على ورد النيل في خلال سبع أسابيع. سبع أسابيع؟ سبع أسابيع. ونوفر كل عمليات التكريك للمية ورفع نوفر تكاليف التكريك ونوفر المية اللي بتفقد، ودي أخطر حاجة. 3 مليار متر مكعب. الثروة السمكية كل سنة نحافظ على الثروة السمكية، نحافظ على البيئة، لأن البعوض، لأن المأوى طبعاً أمراض ورد النيل مأوى للبعوض اللي بيبيض ويحط البيض علشان يطلع الناموس، وبالتالي أمراض الملاريا خلافه، تعابين المية برضو بتستخبى في الجذور بتاعته، يعني بلاوي كتير.